أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالات الإخوة والأخوات ونأخذ اتصال الأخ بدر من المدينة. تفضل أخي بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. هو هل يجوز القصر والجمع في مسجد ميقات ذي الحليفة لمن أراد السفر من أهل المدينة إلى مكة؟ والله يا أخي مسجد ذي الحليفة الآن اللي يظهر لي أنه اتصل بنيان المدينة به، فصار داخل المدينة فلا يقصر ويجمع فيه وهو من أهل المدينة لأنه لم يخرج من البلد. أما إذا كان إن الميقات منفصل عن البلد فلا بأس بالقصر والجمع فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم.